قضية يا كابتن مصطفى، بيان الأولتراس يعني هل هو كاف للتعامل بحسن نية، ولا حسن النية يعني يمكن أن تفتح أبواب الجحيم؟ والأستاذ خالد بيقولك شوفوا الأولتراس في الماتشات اللي جاية هيعمل إيه، تتعامل معه بإيجابية ولا عندك مخاوف؟ انا عندي انا سعيد جدا بالبيان دوت، واعتقد ان البيان ده متاخر كتير جدا جدا يا استاذ وائل، آه واعتقد ان احنا طالبنا ده من زمان ان هم لازم ينظفوا نفسهم من جوه من كل الدخلاء ومن كل اعداء الوطن اللي بيقبضوا عليهم، لان دول ضحيه ودول يعني زي ما بيقول رضا كده ان هم ما راحوش انتخابات، دول لا يتجاوزوا 16 17 سنه، فبالتالي آه فليس لهم حق انتخاب. احنا بنتكلم في المنظومه اللي هم كانوا بيسعدونا. انا طول عمري يا استاذ وائل بخش الماتش قبليه بخمس دقائق، في 2006 كنت بروح الماتش قبلها بساعتين عشان استمتع بجمهور مصر. احنا بقينا الجمهور بقى عامل ضعف لمصر كلها وليس اه للقرار ده حتى الرياضه بس، بيضعف اللعيبه اللي هو بيشجعها لا يعني. ده بيضعف كمان. احنا كلاعيبه كوره او كمدربين او بننتمي لهذه الاسره، من غير جمهور ملهاش لازمه الكوره وملهاش طعم. لكن انا بحييهم على هذا. صحيح، بكرر تاني متاخره جدا، وهنا انا عايز ارد على الاستاذ خالد، طبعا الله يرحم شهدائنا واولادنا، لو الله خدوا يرحمه. ملايين الملايين وحصل 100 سنه مش هننساهم. طبعا طبعا لكن احنا عندنا حاجه اسمها القانون. القانون يطبق على كل من يخطئ في حق الدولة لازم يعاقب. اه وأنا بقول هنا إذا كان هناك عفو رئاسي، من أخطأ في حق الدولة لازم يعاقب أشد العقاب، لأن إحنا في مرحلة حرجة جدا يا أستاذ وائل. لكن اه في نفس الوقت دول ولادنا، وأنا قلت كتير قبل كده من سنين لازم نتناقش معاهم. اللي بيحضروا 20 و30 ألف بدل ما نحرضهم يشتموا رئيس النادي الأهلي أو رئيس نادي الزمالك أو العكس، لازم نجيب واحد شيخ كده بتاع ربنا كويس، النجوم الكبار بتوع نقعد يتكلموا معاهم ان دي بلدنا وده وطننا. اه النهارده يعني درس في الاخلاق ودرس في الرياضه. فريق طيب ايطاليا اليوفي اللي قد الدنيا مغلوب ثلاثه والناس بتسقف لكريستيانو رونالدو. اه بقى يعني الناس بتسقف لان يعني الحياه المتعه ما يعني بالظبط، لا اديك فانيلا الرياضه تلاها متعه، ولا جنسيه تلاها الرياضه ولا متعه وليست خناق. لكن هي بالنسبه للقيادات بتاعت الالتراس بقت سبوبه ايام الخونه والخوارج بتوع مصر. بقت سبوبه بتروح تهيج عشان واحنا اولادنا صغيرين، ما حدش بيفكر فيهم. اشتم فلان اشتم فلان، اشتم الدوله اشتم الدوله. لكن ارجو انهم يستوعبوا الدرس، لان بشكرك بلدهم وده مستقبلهم وده مستقبل طبعا الوطني. بشكرك.